السبب الرئيسي حاليا مواقع التواصل الاجتماعي، الانترنت او الموبايل يعني هو اللي السبب الحقيقي، لانه هسه البنت عمرها 14 15 سنه يمسكوها موبايل، فالزوج يصير عنده شك بالموبايل، والزوج نفس الشيء همينه صار اطلاع على العالم، خلينا نقول انفتاح اجتماعي اكثر، واكثر المحاكم هسه من تجي بالمرافعات يسالهم القاضي الطرفين نفس الحكي يحشون، واحد يقول مسكته تتصل بالموبايل وهو يقول نفس هي نفس الحكي تحشي تقول مسكته يتصل بالموبايل وعنده علاقات اجتماعيه بالموبايل علاقات غير شرعيه، والله اسباب اخرى بطاله اكيد، لانه حاليا الناس اكثر بضايقه ماليه، الزوج من اللي يتزوج يعني ساكن ويا اهله، الزوجه تريد منه انتقال الى بيت دار زوجيه مستقل، فما يستطيع تلبيه مستلزمات الحياه الزوجيه، تصير المشاكل بيناتهم على هذا الاساس. اللي بيد الحكومه تقدر تسويه انه عندنا مثلا هسه معامل بالموصل ماكو، يعني كل معمل يشغله يجوز 3000 4000 عامل، هذا تقضي على البطاله، تحد من حالات الطلاق، طبعا الرجل اذا طلع يعني شاف له شغل بالمعمل يشتغلون تحد من البطاله وتخف المشاكل. بالنسبه لحالات الطلاق اللي قاعد تصير فعلا حالات كثره، اول شيء انا اعتقد هي الاسباب الاقتصاديه هي الاساس، وبعدها تبقى العلاقات الاجتماعيه. القبول على الزواج المبكر هذا له تاثير كلش مهم، هناك تطور خلال وسائل الاتصال، مواقع التواصل الاجتماعي نعم، واحنا بنلاحظ يعني اكثر حالات الطلاق اللي موجوده بالمحاكم والاحوال الشخصيه، احنا ما نستطيع ان نقول خيانه زوجيه، ولكن العلاقات المشبوهه وعدم الثقه بين الزوج والزوجه فتؤدي الى حالات الطلاق، يعني ان الزوج اذا هو عاطل عن عمل وهناك متطلبات الحياه ومتطلبات الحياة أصبحت يعني عبء أكثر على الزوج، فما يستطيع أن يلبي الحياة الزوجية، فإحنا من خلال قناتكم الناشد الحكومة بأنه هناك كثير من المشاريع المتوقفة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى بصورة عامة، يا ريت أنه ينظرون لهاي المشاريع ويفعلون المشاريع لاستخدام أكبر عدد من العاطلين عن العمل وكذلك تعيين الخريجين. أي بيها أسباب يعني الحقيقية، أهم شيء هو سبب هذا الزواج المبكر، يعني أطفال يزوجوهم، يعني تزوج هذا عمره 14 15 سنة، يعني بعد ما بلغت ذاك البلوغ من المعلومات من الحياة حتى تصير هالمشاكل كلها، والانترنت والموبايل هاي هم بها اسباب، والبطاله والضغط على الزوج، يعني الضغط عليه من الطلبات اللي عليه اكثر من اللازم، وهو لا راتب لا شيء، يعني هاي امور كلها تجمع ماكو يعني واحد يعين الاخ، واحد مثلا مساعده الاخ، الا يصير تعاون يعني من الطرفين، من الزوج وهو الزوجه، الا يصير تعاون، من يصير تعاون تخف المشاكل حتى تبني الاسره وتمشي العائله، والبطاله هم نرجو من الحكومه انه تتابع الناس اللي ما عندها رواتب والبطالين والغير، يعني هالامور. الاسباب كثيره، يعني من ضمنها يعني مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي احد اهم اسباب حالات الطلاق، وانا يعني وجهه نظري اشوف انه تكون فتره الخطوبه فتره التفاهم، يعني تكون مثلا فتره 4 أشهر 5 أشهر 6، ولو افضل هم يكون معاهد لاعداد المقبلين على الزواج، يعني هي هاي فتره الخطوبه، يعني معاهد تكون للذكور والإناث. طبعا هذا مقترح أحد الأساتذة اللي درسونا، يعني محاضرات تأهيلية للزواج، يعرفوهم حقوق الزوج والزوجة، لأن أغلب المقبلين على الزواج ما يعرفون حق الزوجة والزوج.